اسمحوا لي أحبائي إني أخدكم معايا في جولة في منطقة لها سحر خاص وطبيعة خاصة، منطقة المكس بالأسكندرية. لقيت فيها إن بيحترف معظم سكانها بحرفة صيد الأسماك بقوارب صغيرة بيتوارثوها من جيل لآخر. وأهم المشاهد المميزة اللي جذبتني في المنطقة هي تجمعات الصيادين على القوارب وخياطتهم للشباك وتجهيزها للصيد. وعلى مرمى البصر وقع تاني على سرح كبير وسط البحر، وهو فنار الأسكندرية، وقد تم إنشاؤه في عهد أسرة محمد علي باشا في العصر الحديث لكي يكون بديلا عن الفنار القديم الغارق، وهو يعتبر أهم رموز الأسكندرية الأثرية. تهوتني فكرة معرفة تاريخه، وعرفت إن كان في قبله فنار الأسكندرية القديم أو منارة الأسكندرية، وعرفت إنها واحدة من عجائب الدنيا السبع القديمة. فنار الأسكندرية القديم أو منارة الأسكندرية كانت من عجائب الدنيا السبع اللي ذكروها الإغريق، وكان مكانها على طرف شبه جزيرة فاروس، وهي المكان الحالي لقلعة قايتباي بالأسكندرية، وتعتبر أول منارة في العالم أقامها المهندس سوستراتوس في عهد بطليموس الثاني عام 270 قبل الميلاد. كانت منارة الأسكندرية مصنوعة من الحجر الجيري مع الرصاص المنصهر حتى تصمد أمام أقوى الأمواج، وكمان لغرض هداية السفن الموجودة في البحر. منارة الأسكندرية القديمة كانت مكونة من 4 طوابق. الأول مربع الشكل، ارتفاعه حوالي 60 متر، وبه لا يقل عن 400 حجرة. كان يقيم بها العمال والحرس، وفيها الآلات والوقود وغيرهم. والطابق الثاني كان مسمن الشكل، ارتفاعه حوالي 30 متر. والطابق الثالث مستدير يعلوه مصباح، أقيم على 8 أعمدة تحمل قبة، تحمل فوقها تمثال كبير يرجح أنه لإله البحر بوسيديوم. وكان البناء من الحجر الجيري والأعمدة من الجرانيت، وحليت أجزاء من البناء من الرخام والبرونز، وبلغ الارتفاع الكلي للمنارة حوالي 120 متر تقريبا. بينما كان الجزء العلوي من المنارة اسطوانيا، ويستقر في قمة المنارة فانوس دائم الإنارة مشتعلا بنيران لا تنطفئ. يرى ضوء هذه الشعلة من بعد 35 ميل يعني 56 كيلو متر تقريبا. وكانت تحتوي على مرآة كبيرة قوية تعكس ضوء الشمس بالنهار، والسفن ترى أشعة الشمس فتتجه إليها. كما يوجد بالأعلى تمثال لبوسيدون إله البحر عند اليونان. أو منارة الأسكندرية صمدت أمام 22 زلزال، وأكثر زلزالين اتضررت منهم منارة الأسكندرية زلزال في عام 1303 وزلزال آخر 1323، وانهارت تماما بسبب زلزال 1375. وفي سنة 1480 تم استخدام الحجارة المتبقية من منارة الأسكندرية في بناء قلعة قايتباي في نفس المكان. وعلى الرغم أن المنارة اتدمرت وانتهت ما بقاش منها إلا الحجارة التي بني بها قلعة قايتباي، إلا أنها ما زالت رمز لمدينة الأسكندرية ورمز على علم المدينة.
وكذلك رمز لجامعة الأسكندرية. عرفت كمان إن في جزء موجود في القلعة محتفظين بيه في نفس مكانه من بقايا الفنار القديم. ودلوقتي تعالوا معايا نروح نزور الحصن الرائع قلعة قايتباي في حي بحري، اللي اتبنت مكان منارة الأسكندرية القديمة، اللي بنى القلعة السلطان الأشرف أبو النصر قايتباي، وبناها في عام 1477 وانتهى من بنائها سنة 1480. دلوقتي تعالوا نشوف الجزء المتبقي من بقايا فنار الإسكندرية القديم. من أي حتة بقى؟ كل الحتة دي من أي؟ أرجو أن تكون رحلتي نالت إعجابكم، وأعود بكم الآن إلى حيث بدأت، إلى فنار الإسكندرية.